ايه يا ترى اتبسطتوا في رحله الفيوم؟ اه كانت ناقصاكي والله، يا ريتك جيتي. يعني وانت يا ندى اتبسطتي؟ انا عادي، انا غالبا نمت طول الطريق يعني مش فاكره حاجه. ما جبتليش حاجه معاكوا ولا ايه؟ حاجه زي ايه؟ بضاعه مصر. انتوا عارفين ان انا بسببكم كل يوم مروان بيبعت لي حته من قميص سامي عليها دم؟ كل يوم بصحى من صباحيه ربنا عشان استلم الظرف واخبيه عشان بعد ما الولاد يروح المدرسه احرقه؟ كل ده بسببكم، مفيش ولا واحده فيكم فكرت تقولي انها سبب في المصيبه اللي انا فيها دي؟ والله العظيم انا لولا العشره وانك اختي كنت قلت لمروان يخلص عليكم. اتفضلي يا حبيبتي. يا بسمة الله. اتفضلي، شوفي ايه. انت مش قلتي اننا وقفنا شغل خلاص؟ شغل؟ لا يا حبيبتي، الشغل ده لما كنا بناخد نسبة من الفلوس. الفلوس دي دين، المفروض ان احنا نتنطط ونغسلها لمروان ونرجعها له فلوس حقيقية. وده كله بسبب ايه؟ بسبب ان في اتنين حلوين راحوا عشان يستلموا بضاعة وضيعوها. ايه بتبصي لي كده ليه؟ هو انا اللي جبت ورا في اخر لحظه ورميت البضاعه؟ انت بتقطميني يا ندى؟ لولا ان انا عملت كده كان زماننا مقبوض علينا على فكره. ولما انتوا خايفين لا يتقبض عليكم وافقتوا من الاول ليه انكم تعملوا كده؟ كنا مزنوقين وانت عايزه تبطلي شغل في الكلام ده، نعمل ايه يعني؟ قلنا نجرب حظنا. وهو طلع حظ اسود ومنيل، ده تمن البضاعه اللي كنتوا المفروض تسلموها، المفروض بقى دلوقتي ان احنا نرجعها له فلوس حقيقيه. والا؟ وإلا هيبلغ البوليس ويقول لهم على مكان جثة سامي. طب وهنعمل ايه في البوليس اللي عينه علينا في كل حتة؟ ده مش بعيد يبقوا زارعين ناس وسطينا. حد زي مين؟ بتشك في حد؟ لا خالص، أنا بس يعني من ساعة ما البوليس جه عندك المرض يعني ممكن يبقوا زارعين حد عندي في الشغل، مثلا عندك مثلا يا مريم في الشغل. طب هنعمل ايه يا جماعة؟ ما خلاص المعرض اتشمع، مش هينفع نعمل موضوع الشوبينج ده تاني، خلاص اتفقس قوي يعني. هنغسل الفلوس دي ازاي؟ قلت له يا حبيبتي الكلام ده، قال لي ماليش دعوه اتصرفوا، وروني بقى يا اختي انت وهي هتعملوا ايه. ايوه طب هنعمل ايه؟ تسمعوا كلامي وما اسمعش صوت واحده فيكم، مفهوم؟ حاضر.
فين يا بسمة؟ خضتني يا نادر، مفيش، كان عندي شوية مشاوير. ايه ده؟ ده الاوردر اللي طلبه ياسين الاسبوع اللي فات اونلاين. انا نسيت خالص، الولاد ناموا من زمان. طب كويس، انا كمان هطلع انام عشان تعبانه قوي. بس ما انا عايز اعرف ايه نهايه اللي احنا فيه ده. نادر، انا لسه عند وعدي ان انا هسيب الشغل مع مروان، بس الموضوع مش بالبساطه دي. انا مش شغاله في شركه، فهروح للاتش ار اقول له انا عايزه اقدم استقالتي، فهيقول لي اتفضلي مع السلامه. منطقي فعلا. لو سمحت يا نادر، انا عايزاك تفهم ان انا فعلا بحاول. عارف انك بتحاولي، بس مش متاكد انك ممكن تقدري. مش فاهمه ليه بتقول كده. بس ما انا شايف ان احنا نتطلق وبهدوء من غير شوشرة، مش علشاني، عشان الولاد. شوف تحب نقول لهم امتى وازاي عشان نبدا في الاجراءات. نادر، ممكن تديني بس فرصه؟ انا بقول بالنسبه للولاد، انا هاخدهم يعيشوا معايا عند ماما، وهسيب لك الفيلا باللي فيها. انا ما عنديش استعداد ولادي يعيشوا في مكان امهم بتقابل فيه واحد بلطجي. يا ريت يا بسمه الموضوع ده يتم بشكل ودي، بدل ما نخش في قضايا. انت عارفه الموضوع ده لو وصل المحاكم نهايته هتبقى ايه؟ هو انت مخطط بقى لكل حاجه؟ مر من نفسي اخطط زيك يا مدام. فنلو صايع انت، فنلو احسن لي كل يوم معيوم، من بعدي مش هتشوف الناس.